انا هتكلم مثلا عن عن حد قريب ليا قوي اخويا امير اه تمام كابتن امير عبد العزيز طبعا انا مثلا اقدر اقول لك امير مش يعني ما بيجيش النادي ليه؟ اه ليه؟ عشان كابتن فاروق جعفر ماله كابتن فاروق جعفر؟ فاروق جعفر عنده قناعه غريبه جدا ان امير هو اللي كان مطلع الجيل بتاع 2001 عشان يلعب على الجيل ال 99 اللي هو فيه سيف فاروق جعفر تمام؟ فكل بيطلب كل كارترون اول ما جه طلب امير خلي بالك مم. انما كل اللي بيتقال لك ايه آه اصل احنا بنكلم امير واصله مرتبط بالبنك الاهلي ففي بعض الناس ما, ما حدش بيكلمه اساسا مم. هو ده الوحيد اللي طلبه أمير بالاسم رومي العزيز كابتن والكابتن امير عبد العزيز هم دول اللي طلبهم كابتن الشيشيني اعتذر امير ما حدش كلمه اساسا مم. اللي بيروج للفكره دي مين مين هو كابتن وجعفر جعفر لان انا قلت لك انا كنت موجود في النادي ساعتها كنت رئيس الناشين كنت موجود فاتكلمت مع الكابتن فاروق كتير مره يعني في مره اتكلمنا كتير انا واحد فهو عنده قناعه معينه ان امير هو اللي حاطط مركب جيل 2001 لان هو اللي بيمرنهم فهو اللي مطلعهم فبيركبهم على الجيل بتاع 99 صحيح وده ما كانش صح ان الراجل شاف كل اللعيبه موجودة معايا انا يعني كارترون اتفرج على كل فرق الناشين وانا كنت لسه ناشئ في النادي اتفرج على كل فرق الناشئين في النادي معايا واختار دول وقال دول اللي هيفضلوا معايا فوق